السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ متابعين في كل مكان واهلا وسهلا بيكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده جاي لكم فيديو جديد، وعايزه اقول لكم والله انا تعبانه جدا جدا جدا. امبارح كنت في رحله المصيف، انا نزلت لكم الفيديو بتاعها. تاني يوم ده بقى بصراحه يعني ارهاق وتعب، اليوم بتاع المصيف واليوم اللي قبليه كله بقى قاعد. النهارده عايزه اقول لكم صاحيه من النوم الساعه 1، مش قادرة اتحرك، مش قادرة اعمل اي حاجة مش قادرة اعملها. بس مليكة كانت طالبة مني عايزة تاكل فراخ ورز، فقلت بقى يعني اتحرك كده واعملها لها. فتعالوا بقى معايا، بصوا انا مدخلكم معايا مطبخ. والله بصوا، ولا لسه حضرت، يا دوبك انا طلعت بس للشوربة عشان اعمل بيها الملوخية. مطلعة الرز، مطلعة الملوخية والفراخ اهي غسلاها وسايباها بقى ايه في الطبق كده. وقلت بقى ايه ابدا كده معاك. والله جبت الخميرة، بص حطيتها مش يعني مش زي ما ببقى محضره كل مره والحاجه، لا ده انا هتلاقوني عملت معاكم حاجات كتير. يا رب مطولش عليكم. عايزه اقول لكم يوم المصيف ده بجد كان يوم ممتع جدا وكان حلو قوي. بطلي خبطي يا لولي، بطلي تخبطي. بس فعليا تعبني جدا جدا جدا. انا بصوا كان اليوم حلو قوي، بس بجد تعبت قوي فيه، تعبت قبليه كمان بيوم، وتعبت اهو تاني يوم. هعمل الفراخ، انا مش عايزه اسلقها ومش قادره اقف اسلق وبعد كده اعمل اذا كنت هحمر او ادخلها الفرن، لا انا قلت اعملها ايه حاجه كده واحده. فهعملها كده ببصل وطماطم وفلفل في الصينيه واولع عليها بقى واحط لها التوابل والكلام ده. والرز برده هعمل رز كده بالكاري والكركم اصفر، بس مش هحط كمان فيه بصل. بس والله مش عشان يعني عشان التعب، مليكة عندي ما بتحبش البصل ومرام، فاللي هو ايه هعمله انا هنا اهو بنضف معاكم البصل. عايزه اقول لكم والله ما قادره اتكلم اصلا، مش قادره اقف، مش قادره افتح عيني، مش قادره اقف. انا فعليا مش قادره افتح عيني والله. اليوم ده بيبقى متعب، وانا بقالي سنين ما طلعتش يوم كده. السنه دي معرفش ايه اللي خلاني عملتها، دي تاني مره كمان اعملها. مع اني طلعت الغردقه قعدت فيها 4 ايام. بس عارفين بقى اللي تجيله فرصه، ايه فرصه وبتيجي ايه، وانا ما بحبش بصراحه ايه بدل فرصه هتبسط فيها او حاجه هتبسط وابسط بناتي بيها، ما بحبش يعني ما اعملهاش. ليه يعني؟ انا طلعت يوم، طلعنا كده يوم مع اخويا، خدنا بالعربيه رحنا يوم كده انا وبابا وماما واخواتي والبنات، واخواتي الاثنين والبنات. عايزه اقول لكم اللي هو يوم ايه، يوم كده خدناه بس كان حلو برده جدا واتبسطنا فيه جدا والبنات اتبسطوا. وقلت بقى خلاص دي مره مش هكررها. لما جم بقى قالوا في الشغل عاملين لنا رحله نطلع فيها وكده معانا البنات، بس هي كانت ايه يعني ستات بس، عشان كده ما جوزي ما جاش. فروحت انا وماما والبنات واخويا واختي، تمام. كان يوم برضو حلو، كان معايا اصحابي وكانت حاجه بجد، كان يوم ممتع والمكان حلو قوي زي ما وريتكم كده بالفيديو. اللي ما شافش يا جماعه الفيديو بتاع الرحله ده اقول لكم ادخلوا شوفوه، مش عشان تشوفوا الفيديو لا، عشان تشوفوا المكان. المكان بجد هناك حلو قوي. انا يمكن ما عرفتش اكلمكم قوي عن المكان، كنت يعني انا عملت لكم المونتاج بتاعه لما جيت بالليل، فما كنتش اصلا قادره اتكلم، مش قادره اقول لكم اكتر. بس هو مكان حلو قوي، جبت لكم طبعا كل التفاصيل بتاعته. وفي رقم التليفون على الورقه اللي انا مصورها ومنزلها لكم، هتلاقوها في اخر الفيديو. فيها رقم التليفون، اللي عايز يستفسر اكتر ويفهم اكتر ممكن يتصل ويسال ويحجز. هو فعلا مكان حلو، واللي هيروح مش هيندم خالص، مش هيحس ان هو فايد ابدا، بجد مش هتحس انك في فايد ابدا، لا هو مكان بره فايد، لا يعني مكان حلو قوي كده. الميه اي نعم، هي الميه مش طبعا مش زي مثلا اسكندريه. الناس بتحب تروح اسكندريه، انا برضو رحت، يعني انا بقالي تقريبا 3 سنين ما رحتش اسكندريه. بس يعني كنت بحب برضو اروحها دايما، يعني عارفين لو جالي فرصه اروحها
السنة دي هروحها، بس للأسف خلاص احنا رايحين نزل الشغل بقى. اصلا انا يعني انا اصلا خدت اجازة من الشغل يوم 6 شهر 6. بس نعم يا لولو، نعم يا لولو، معلش كلي بالراحة. خدت اجازة من الشغل شهر 6 بس اللي طلعت فيه الغردقة، واواخر في اخر 6 كده كنت خلاص قربت انزل الشغل في شهر 7. رحت اليوم بقى اللي بقول لكم عليه مع بابا وماما واخواتي. كنت عايزه اقول لكم، بص انا جبت اهو الطماطم، برضو هاخد طماطميتين كده مش اكتر، وبعد كده هحط بقى صلصه. عايزه اقول لكم ان الاكله دي ايه، كل ما الاقي نفسي ايه مزنوقه كده، ويعني اللي هو عايزه اعمل اكل فراخ او لحمه او كده، والوقت بقى مش مساعفني او مش قادره فعلا بعملها، يعني حاجه سهله كده بتتعمل وفي نفس الوقت ايه يبقى فيها برضو الناس اللي بتحب تاكل الفراخ، او اللي هو ايه في اكله فيها فراخ او لحم ممكن برضو تعملوها بلحمه. يعني احنا ممكن نعمل ده في لحمه ونحطها بقى في طاجن، فاهمين؟ عايزاكم تقولوا لي انتوا لما بتروحوا اليوم الموتر ده انتوا راجعين منه عاملين زي كده، ولا انا بس اللي تعبانه كده؟ يعني انا اسمع ان في ناس اصلا، انا بسمع ان في ناس لما بتيجي من المصيف في اليوم ده تاني يوم ده بتتحركش من مكانها. يعني انا عامله عكس كده، لا بالعكس، انا جيت امبارح فضيت اللبس بتاعنا بقى كله، شطفته طبعا، انا غسلاه هناك في الحمام قبل ما امشي، بس برضو جيت هنا شطفته كده من التراب وعلى الغسالة بقى على طول، يعني حطيتها على الغسالة على طول. فضيت طبعا، ما كانش معايا بقى حاجات مكان الاكل، انتوا عارفين انا قلت لكم ان انا عاملة كل حاجة، كنت في الترتيبات بتاعة المصيف، في الفيديو اللي في ترتيبات المصيف كنت عاملة معايا كل حاجة، اللي هو احنا بناكل وما فيش اي حاجة رجع، لا راجعين بتبقى ولا كوبايات، الكوبايات كنت واخدة اللي هي الكرتون دي، مفيش حاجه طبعا اتحط في الطبقه، ولاني واخدين الخيار الخيار. بس انا ندمت، يعني انا ندمت ان انا ما جبتش طبقه اللي هي البيضه الفيلي دي، كنت فعلا جبتها وحطيت بقى لكل واحد مثلا الساندوتش ومعاه الخيار والطماطم. لا احنا كنا بنطلع وايه بندي كل واحد كده الايه الساندوتش بتاعه، وطبق الخيار قدامنا والطماطم قدامنا. دي بقى حركة فاتتني، بس اللي هو برضو ايه يعني عادي، ما عطيتناش في حاجة. برضو عشان العنب، يعني العنب برضو احنا كنا فاتحين، انا كنت لو تفتكروا حاطاه في كيس، في كيس كده كنت حاطاه في التلاجة، ورحت هناك بقى كنا كل ما نيجي ناكل عنب احط، كان معانا الكولمان بتاعنا، كنا واخدين كولمان مية، كل بقى ما نيجي نعوز العنب نروح حاطين الكولمان مية عليه، مية ساقعة، فكانت بتسقعه كانت بتسقعه وايه وناكله بقى. بس بصراحة كانت كل حاجة سهلة، يعني بص انا هنا بقى ايه خلاص قطعت الطماطم والبصل، حطيت معلقة الصلصة، وهنا بحط ايه شوية زيت كده صغيرين، تمام، وحطيت الملح، وهحط الفلفل الاسمر، واحط سبع بهارات وبابريكا، وخلاص كده، يعني معلقه سبع بهارات تديها بس نكهه، يعني نكهه التوابل دي بتدي للحوم نكهه حلوه، معلقه البابريكا اهي. انا هنزل اقطع الفلفل، هقطعه حالا، ارمي فلفل كده واحد. بص بقى كده الخلطه خلاص خلصت، بصوا الخلطه عامله ازاي، بصوا الخلطة حلوة قوي، ريحتها بتبقى جميلة، عايزة اقول لكم ريحتها بتبقى حلوة، بس طعمها ما بجربوش، انا بجرب بقى ايه التوابل نفسها في الفراخ. ابتدي بقى ايه ارص الفراخ كده، اعمل ايه بقى دلوقتي، دعكة كده بيها كلها. بس كده خلصت، اولع بقى عليها النار،
بصوا بقى، عايزه اقول لكم هنا خلاص انا كنت بصوا معلقه على اللحمه، على الفراخ، بس اسفه، بس شكلها عامل ازاي ومغطيه عليها. والملوخيه هنا كنت خلاص عملت يعني خلاص خلصتها. هنا بقى ايه، قلت انقل الملوخيه ولا الرز بالمره عشان كله ايه يخلص مع بعضه. هولع سوري اللي عندي الطاسه الصغيره دي، مش عارفه ليه يعني ما بتقعدش كده على البوتاجاز، لازم ابقى متابعاها. بحاول ايه ان انا اوازنها بان احط المعلقه كده الناحيه التانيه، تبقى المعلقه قدام الايد. لو عملت عكس كده بتتحرك بقى زي ما هو. ولعت على حوالي على الحله عشان احط الرز. عايزه اقول لكم ان انا مش بحب الالمونيا ولا حاجه، يعني انا عشان الناس ما تقولش انا بعمل الالمونيا انا بحبها، لا انا ما بحبش الالمونيا خالص. بس انا كان عندي طقم التيفال زي ده كده، طقم التيفال، وباظ مني يعني، هو باظ، فانا ايه هو باظ مني، فانا بعمل في الالمونيا دلوقتي عقبال ما ربنا ان شاء الله يسهل كده واجيب طقم جرانيت كويس. انا مش عايزه بصراحه اجيب الجرانيت اللي هو الخفيف ده، لا انا عايزه اجيب طقم جرانيت كده كويس. ان شاء الله باذن الله هجيبه. وساعتها مش هعمل صراحه في الالمونيا تاني، يعني انا هقول لك باي باي وداعا لما اجيب ان شاء الله طقم الجرانيت باذن الله. يعني ان شاء الله كل حاجه ليها وقت وكل حاجه ليها مشيئه. بصوا الفراخ عامله ازاي، عايزه اجيب طبق احط عليه كميه المعالق دي. جيب الطبق ده، انا هستخدم دلوقتي معلقه كمان للرز اهي. الرز هنا الزيت خلاص سخن. بصوا هنا كنت غاسله بقى الرز وهحطه، نعمل رز اصفر كده بالكاري والكركم. عايزه بس ابقى متابعه التقليه، خايفه تحمر قوي مني. طبعا الاكله دي تلات اربع بيوت ما بتعملها للاستهلاك يعني، تمام. بس كده خلاص التقليه قربت تحمر، يعني احنا بنعملها اللي هو ايه، رز وفراخ وملوخيه، رز وفراخ وملوخيه. بس انا ايه ساعات بجوز يعني، ساعات بعملها عادي بالطريقه اللي هي العاديه بقى، فراخ مسلوقه وتتحمر او تتحط بصلصه كده في الفرن، تمام. وساعات ايه وساعات اعملها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. صورت لكم برده قبل كده اكله كنت عاملاها، برده كنت جايه من الشغل وقلت اعملها خفيفه. ودايما عامه اللي بتطلبها مني بتبقى ملكه. بصوا بقى اهي ملوخيه، حطيت اهو الكاري والكركم والملح كمان، حط الميه السخنه. اول ما تغلي بقى اوطي عليها وكده تبقى عندي خلاص الفراخ قربت تخلص. بصوا الفراخ اهي، انا نقلتها اصلا في الصينيه الاصغر من كده عشان ابقى مغطيها كويس. هي طبعا الفراخ كشت والحاجات اللي انا حطاها معاها قلت، يعني بتكش كده مع النار، فايه فحطيتها في الاقل منها. ودي هول، والملوخيه عندي خلصت اهي، الملوخيه كده عندي خلصانه. وخلاص الرز برضو ايه مش هياخد وقت، يعني 10 دقايق ربع ساعة بالكتير وهيكون ايه وهيكون خلص. بصوا بقى هنا خلاص الرز انا طفيت عليه، بصوا استوى بقى عامل ازاي. والملوخية خلاص طبعا خلصانة، قلت بس اولع ايه اديها غلوة كده صغيرة قبل ما اغرف ايه الفراخ. وادي الفراخ هبتدي بقى ايه اغرف، احنا اصلا جوعنا. بس الرز مفلفل ازاي، هنا بقى بصوا خلاص انا غرفت الغدا وهنقعد بقى ناكل. بقول لكم بقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وان شاء الله جايلكم بفيديو جديد. باي باي.